في صورة شغلت الرأي العام على تويتر، هي الفنانة أحلام صورت مع النجمة نانسي بفستان من تصميم توم فورد. خلينا نشوفها سوا. أحلام علي لا لحظة 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 يا الله كيف صيروا تعملوا. ليك ليك عن جد هلا اوكي هلا العشمان نانسي معروفة. ايه لا خل موديلك ما احلاكي. هاي نانسي فنانة المهضومة اللذيذة. واللي على اليمين مش مايكل جاكسون، هاي أحلام. لا مين مين قال لي جول على كولومبيا؟ لا لا عيني لا لا. هاي أحلام أحلام مش هيدي أحلام، هيدي طنط أحلام مع الفنانة نانسي المهضومة. ايه وعندها كثير ثقة بجمالها، يعني الملكة أحلام ما قبلت تلبس إلا مثل بيونسي. قلة فرق ها؟ شايف ما أحلاها؟ أوه سكسي ليدي، أوه سكسي ليدي، أوه سكسي ليدي. هلا انا بصراحه محتار مين احلى، يعني حاسس من كانه بيونسي دبشه شوي يعني. هيك مش لبقلة يعني، لا 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 جسمها ولا لا عمرها ابدا يعني. بس راح اقول لكم شغله، فعلا الملكه احلام هي روح برنامج عرب ايدل، والقعده ما بتزبط بلاها. 1 2 3 في فلاجيل في فلاجيل تحيه الجزائر. 1 2 3 شكرا يا احلام. هي قصدها انه 1 2 3 فيفا لالجيري، طلعت معها 1 2 3 فيفا لانجوري. تبعت لوائل ونانسي قلبوا بالارض بكي 1 2 ليك انجليزي ما فهمت 1 2 3 فيفا لانجوري. عم ترجع بتعيدها بسقه وصوت عالي، خليه يسمع باللانجوري هنيك.